تأخر الأهلي بهدف عكسي أمام بيراميدز في شوط أول متوقع. كابتن علاء، يعني يمكن توقعت اللي هيحصل من قبل بداية المباراة. يعني كلنا توقعنا، يعني حتى أنت وكان أسامة وعادل وبلال، لأن هي ظروف المباراة، ظروف المباراة وظروف النادي الأهلي، المباراة الشوط يطلع كده. لكن في حاجة بايب عليها في النادي الأهلي، مفيش حماس. ده اللي ده الفرق بين لعيبه الاهلي، بتعيب على بعض اللعيبه. بعض اللعيب الفرق في الشوط ده لعيبه الاهلي وبيراميدز، ان في حماس زياده من بيراميدز، ما هو مش محتاج 3 نقاط ولا الاهلي محتاج 3 نقاط طبعا. يعني الاهلي الموضوع منتهي عنده تماما، لكن بيراميدز بيلعب بحماس اكتر، عايز يكسب، او عايز يعني يكسب البطل. لا هو الاهلي بقى لازم، او الشوط الثاني لازم النادي الاهلي يلعب بطبيعه البطل. انا مش عايز اخسر، البطل ما بيخسرش، كله اكيد عايز العب الاهلي، عايز انا اول فريق هزمت النادي الاهلي، اول هزيمه السنه دي من النادي الاهلي من فريق فلان، هي تتكتب عنده هو في التاريخ كانه خد هو البطوله. لكن بيراميدز بيلعب بحماس اكتر. الملعب طبيعي برضو، كل توقعات صحيح، الملعب مفتوح هنا وهنا، لكن الفرص بتاعت النادي الاهلي مش خطر يا ايمن. مفيش كثافه هجوميه كتير على النادي الاهلي، ضغط الهجوم مفيش كتير، في كسل شويه من طاهر محمد طاهر، ودي علامه استفهام عليه هو. ماليش دعوه بظروف المباراه وظروف النادي، لا لا لا، علامه استفهام عليه هو اساسا، لازم يبقى يعني في نشاط عن كده اكتر بكتير قوي. يعني في بعض اللعيبه ظهر النهارده، من كريم الديبيس عاجبني النهارده، خصوصا في الحته الهجوميه. دفاعيا الجبهه عنده فيها لعب كتير قوي، لان هو لوحده على فكره، عشان مش عايز الومه ان هو لوحده، مفيش مسانده. مروان عطيه بيبذل مجهود جبار في نص الملعب، لكن لازم الباقي يبقى يعني في سنة يعني حماس أكتر من كده شوية، غيرة شوية بمعنى أصح، على إن أنا ما أخسرش مباراة النهاردة. لكن في الآخر هي مباراة يعني مش هتقدم ولا تأخر، لكن هي بصفة شخصية بس، تاخد بصفة شخصية بس. صحيح. كابتن أسامة، تأخر بهدف وغاب الحماس عن بعض لاعبي الأهلي الشوط لا، وكمان قلنا عشان التغييرات الكتيرة دي التجانس ممكن يبقى زايد. أنت لما تيجي للأطراف، في طار جنب اليمين في خالد عبد الفتاح وكريستو، وتحتيهم فخري يعني في نص الملعب، الناحية التانية في قفشة وكريم الدبيس باك ليفت وطاهر، وقفشة وفخري يعني واحد بيروح يتحرك يمين شمال للعمق، ومروان هو اللي تحتيهم. لكن الطرف اللي اعتبره اللي هو في كريم الدبيس وطاهر تقريبا طول الشوط ملغي، يعني ما فيش هجمه تقريبا من ناحيه الشمال. الناحيه الثانيه خالد عبد الفتاح وكريستو حركه وحركه، بس الانتاج الاخير ما فيش انتاج، ما فيش دقه زي مثلا لما علي معلول بيروح عشان يعمل الاكروس، او هاني شويه حتى، او محمد هاني كتير احيانا، لكن ما زي علي معلول الدقه والحاجات دي مش موجوده. فانت الاطراف عندك ملغيه، هما الاطراف مستغلينها. مصطفى فتحي مستغل الطرف اليمين وبيتحرك فيه زي ما هو عايز، وعمل اكتر من لعبه. نفس الشيء الناحيه الثانيه، ابراهيم عادل وكريم حافظ بيوصلوا كتير جدا، بيضيعوا اهداف كتير، وما يعني كلهم كورتين في القائم. انت مش مسيطر على المباراه، مش مسيطر على المباراه. فانا وجهه نظري، انت لو ماشي ماتش كده عشان الناس تلعب ومش همك النتيجه حاجه، انك ممكن ما تغيرش. لكن فعليا انت، انا وجهه نظري، واحد زي علي معلول لازم ينزل، واحد زي حسين الشحات لازم ينزل، واحد زي احمد عبد القادر لازم ينزل، وسريعا، لان حسين الشحات واحمد عبد القادر هيفرقوا لك على الطرفين جدا. علي معلول هيفرق لك في الكرات العرضيه وفي الاستحواذ، لانه بيعرف تمريراته مش كده. في تمريرات كتير غلط النهارده، يعني مروان عطيه باذل جهد كبير قوي، بس كتير كراته النهارده مقطوعه. فهي في عدم تجانس، سواء في الاطراف سواء في العمق. فانا شايف انه لازم كماتش كوره عايز تكسبه لازم يحصل تغييرات. لكن انت هتلعب ماتش انك بتدي فرص للناس وتديهم فرصه يكملوا الشوط الثاني، دي حاجه تانية. ممكن بقى طبعا مستر كولر هو اللي يقدر يحسبها، هو عايز ايه من دي وجهه نظري يعني. لكن هو فعليا انت عايز تغيير سريع. كابتن عادل، مش مسيطر على المباراه لعدم وجود الانسجام والتجانس، ولا لعدم وجود الرغبه؟ لا يعني هو الانسجام والتجانس، يعني انا الرغبه ممكن لازم تكون موجوده عشان فخري صغير ودبيس صغير وكريستو صغير، عايزين حماس. لكن انت
لو حبيت ترجع المباراه لازم فورا يبقى في تغيير بين الشوطين. تغييرات اول واحد عبد القادر ويطلع طاهر محمد طاهر، ثاني واحد اليو ديانج ويطلع فخري، ثالث واحد حسين الشحات ويطلع كريستو، وعلي معلول ممكن تاجله شويه مكان الديبيس، بس ممكن تاجله عشان علي ممكن يكون مجهد شويه. لكن لو حبيت انك ترجع للمباراه وتعمل شوط تاني انك تكسبه وتكسب بيراميدز تعمل كده يعني، لكن غير كده في صعوبه جوه في الملعب لانه الخبرات اقل شويه في اللعيبه الصغيرين، ده رقم واحد. وحته الحماس بتبقى جميله لما يبقى في وسط اللعيبه الكبار، لكن في اكتر من عنصر ما لعبش كتير قوي، فممكن يبين المجموعه الصغيره بشكل مش كويس. لكن يجب انك تغير الاسماء دي وفي اسرع ما يمكن. يمكن بين الشوطين لو غيرت ثلاث تغييرات او تاجل علي معلول شويه اوكي، هتعدل الملعب وهتكسب بيراميدز كمان كتير. كمان نتمنى ذلك. رؤيتك يا كابتن بلال للشوط الاول وحلول الشوط الثاني للعوده للمباراه. بص، الشوط متوقع كابتن ايمن النهارده، الراجل بيعمل تجارب كتيره جدا في المباراه، وقبل كده عمل برده في ماتشات كتيره برده تجارب كتيره جدا، تمام. وده طبيعي، خد بالك بعد انتهاء الدوري، يعني بعد انتهاء الدوري العام ومكسبك انت بتجرب، واحنا اتكلمنا حتى قبل المباراه قلنا من الطبيعي ممكن تكسب ممكن تتغلب ممكن تتعادل، الوضع طبيعي يعني، خد بالك. فشوط عادي تمام متوقع. ليه شوط متوقع؟ لا برضو يعني كم اللعيبه اللي الراجل بيتفرج عليهم كتير تمام. هل احنا متضايقين؟ لا مش متضايقين، بالعكس من حق الراجل انه يتفرج ومن حق الراجل انه يقيم ومن حق الراجل يقف على اللعيبه ومن حق الراجل يشوف مين انسب ومن حق الراجل يختار اللعيب رقم 2 بالنسبه له واللعيب رقم 1 بالنسبه له. لا، حاجات كتيره جدا تفرضها المباريات اللي جايه، يعني مباراه النهارده وامبارح واللي قبليها ومباراه الماتش اللي جاي كمان مع المصري، بتفرضها على حسب فكر ورؤيه الراجل للمستقبل مع النادي الاهلي. فالنهارده ده وضع طبيعي، برده بتلعب فرقه جيده عندها امكانيات كويسه عندها عناصر جيده بتلعب فول باور تمام، واخدين المباراه بمنتهى الجديه تمام، بيلعب النادي الاهلي فعايز يبقى هو كسر الريكورد اللي محققه النادي الاهلي الى الان تمام، وده برضو وضع طبيعي تمام، حقهم ان هو يلعب بالشكل ده. عندك قدرات وامكانيات على دكه البدلاء، عندك امكانيات وقدرات على دي. هل ممكن تغير من بدايه الشوط الثاني؟ هل ممكن تغير؟ اه طبعا ممكن تغير تمام. ممكن الراجل يغير، بس هل الراجل الفكر بالنسبه له انه يشوف ولا انه يكسب في الماتش بتاع النهارده؟ لو الفكر انه يكسب مش يشوف ويقيم فهيغير من بس انا كمدير فني بفكر ان انا ارجع للمباراه اكيد وضع يعني. طب ما انا بقول لك الراجل بيشوف او بيقيم ولا عايز يكسب تمام ولا الاثنين؟ تمام الاثنين اكيد. فبالتالي ممكن يبتدي يغير من الشوط الثاني، لانه هيغير مين؟ ممكن يغير لعيبه هو عارفهم كمان يعني ممكن يغير طاهر محمد طاهر تمام، وينزل مثلا احمد عبد القادر وحسين الشحات تمام. ممكن يغير مثلا طبعا ممكن يغير كريستو تمام، وينزل هما يعني الاثنين، ما انت قلت حسين الشحات في جهه واحمد عبد القادر في جهه في جهه ثانيه. يسيب قفشه ممكن يسيب قفشه، ممكن يطلع فخري، ممكن يطلع مروان ويسيب فخري، ممكن يطلع هو عارف مروان كويس، فبالتالي ممكن يجيب اليو دانج ويسيب فخري يديله اكتر فتره ممكنه. التغييرات دي تقلب موازين المباراه، تقلبها بشكل كبير. انت بس محتاج كمان انك تستحوذ على الكره اكتر من كده، مش لعبه كله سريع. انا حاسس ان احنا الكره بنمسك الكره بنلعب بسرعه جدا، رتمنا سريع قوي فبنفقد الكره بسرعه. لا، انت محتاج انك تهدى شويه على الكره، لازم يبقى في يعني كابتن داخل الفرقه بيتكلم مع الناس، لازم نتقل على الكره، نتقل واحنا بننقل نستحوذ. الهدف بيجي من صناعه الفرص، وصناعه الفرص بتيجي من الباص الكتير وخلق المساحات عشان تقدر تخلق فرصه حاله للتهديف يعني. هو نتمنى كل توفيق النادي الاهلي الشوط الثاني ان شاء الله للعوده للمباراه والفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، ارجوكم انتظرونا.